تلقى رزاق سيسي مهاجم الفريق عدد من العروض من انديه الدوري المصري، كان ابرزها عروض من الاسماعيلي، فيوتشر، فاركو، كمان امبي وفريرا. مش مقتنع بمستوى اللاعب في الفتره اللي فاتت، وده اللي خلى مجلس اداره نادي الزمالك بيشوف بقى اللي ممكن يستفيد من رزاق سيسي ازاي. هل يتم التجديد للسي ويخش في صفقه تبادليه سواء امبي في حال الحصول على جون ايبوكا؟ هيشوف ممكن يكون الشكل عامل ازاي، او الاستفادة هتكون شكلها عامل ازاي من رزاق سيسي في ظل طبعا عدم قناعات فيريرا بامكانياته وبتواجده في الموسم اللي جاي مع نادي الزمالك. الخبر الموجود معانا دلوقتي بيتكلم عن نفس الجزئية او الملف اللي كنت بتكلم مع حضراتكم عليه في بداية الحلقة، انه نادي الزمالك استقر على ان هو يقدم شكوى جديدة في الفيفا في نهاية شهر مايو ضد محمود عبد المنعم كهربا، ده في حالة عدم سداد اللاعب للغرامة المستحقة لنادي الزمالك هذا الشهر. يعني نادي الزمالك منتظر انه خلاص لازم يكون في سداد للمبلغ، والا هيتقدم بشكوى جديده. بيسعى مجلس الزمالك من الشكوى الجديده ان هو يضغط على اللاعب انه يتوقف، انه اللاعب يتوقف تماما على اللعب الموسم المقبل، خاصه وانه اللاعب لم يتحرك حتى هذه اللحظه ان هو يسدد الغرامه الموقعه عليه. ويمكن تصريحات امير مرتضى منصور بالامس بتاكد نفس النهج او نفس المشوار اللي نادي الزمالك ماشي فيه خلال الايام المقبله بخصوص كهربا، انه مفيش تنازل، انه مفيش صلح، وانه في انتظار سداد المبلغ، علشان طبعا لو ده ما حصلش ممكن ان هم يتقدموا بشكوى جديده توقف كهربا عن اللعب. نستكمل اخبارنا. ومنح الجهاز الفني لنادي الزمالك اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا راحه من التدريبات الجماعيه اللي كانت امبارح في مقر النادي استعدادا لمواجهه امبي القادمه، وده بسبب شكوى اللاعب من بعض الالام في رجله. وبيؤدي شيكابالا خلال الوقت الحالي برنامج علاجي تاهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق من اجل تجهيزه للعوده مره ثانيه في التدريبات.